السلام عليكم. يا ليل يا بحر السكون ماذا طويت من الموسم الاول الموسم الثاني بدينا شغل مره ممتاز. الاستقبال لنا جيد. نستلم الحافلات من مندوبهم ونرقب الباصات ونرتب الحجاج على كل حافله. في الساكن المركزيه ومكتب كلنا معنا مركز 9 و6. مجرد اكتمال الحافله ياخذ توجيه من المركز والمركز صارت يا مرحبا ويا مثلا بالشباب، الله يسعدكم يعطيكم العافيه. نحن الان في احد الفنادق في المركزيه وهي اخر مغادره من الجنسيه الهنديه مع مركز 9. خلينا نسوي لقاءات، خلاص هذا كذا انتهينا، موسم الحج انتهى 100%. خليكم معنا، تعالوا معنا. سيد الله يسعدك ويعطيك العافيه. ما شاء الله تبارك الله، اخر رحله في موسم الحج، تفضل. الحمد لله الحمد لله، اخر رحله طبعا الحمد لله السنه، يعني جهود من الدوله سهلت كل الامور يعني لخدمه الحجاج، واحنا في شركه الاسناد المتكامل الحمد لله يعني واجهنا السنه مستجدات يعني فعليا كنا بنشوف السنوات الماضية كانت مراكز، يعني مركز باكستان لحال ومركز الهند لحال، ما شاء الله تبارك الله. هذه السنة شفت انك انت ماسك مركز باكستان ومركز الهند، ما شاء الله نجح نجاح واضح. الحمد لله الحمد لله، هذا توفيق من الله وجهود الشباب ما شاء الله تبارك الله اللي في المركز من قياديين ومنسوبين، جميع المنسوبين في المركز، هذا توفيق من الله الحمد لله. الناس تبغى تعرف التحديات اللي انت واجهتها سواء في المركز سواء في الميدان، ما شاء الله تبارك الله انا شايف عدد كبير جدا الان نازلين. ايش التحديات اللي كانت؟ والله الحمد لله التحديات كلها كانت سهله، يعني ما في تحديات تواجهنا الحمد لله. اتوقع حسب الخبره انت بتتكلم. ايوه كل الامور تسهلت لنا الحمد لله، حتى يعني واجهنا صعوبات في البرامج وهذا، لكن الحمد لله كلها تسهلت، وهو الحجاج هذه اخر رحله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. غير الخدمات اللي قاعد تقدموها انتم اللي هو حفظ الجوازات وايضا في الميدان، ايش عملكم في الميدان؟ عملنا الميداني طبعا، المرشد من المركز يستلم الحقيبه ويجي على الموقع، مثلا عندك هنا الموقع النقاط الثلاثه نشوف على ارض الواقع، ينتظر الحافلات ويستلمها من مندوب توجيه الحافلات، يرتب الحافلات. هذه السيد من فين تيجي؟ يعني من الهجره. من الهجره؟ ايوه القراش. ما شاء الله تبارك. إيه. وانتم تستلموا الحافلات؟ نستلم الحافلات من مندوبهم ونرقب الباصات ونرتب الحجاج على كل حافله ونشيك معاهم. ترقيم الباصات لما نتكلم، انا شايف ما شاء الله تبارك الله في تنظيف في الميدان. نعم. ايش عمل يعني ايش التنظيم اللي يعني باص رقم واحد ايش ده اساسا؟ باص رقم واحد فيها مجموعه مثال احمد الرحيلي. مثال يعني. جميل. هو مندوب عندنا من احد المميزين ما شاء الله تبارك الله. خلاص باص رقم واحد عند احمد الرحيلي هو اللي يكون مسؤول عن الحجاج، اثنين ممكن يكون ماسك باصين ممكن. جميل. ايه؟ المرشدين ويرتبوا ويركبوا الحجاج وبالسلامه، توكلوا الموسم الاول على مكه والموسم الثاني الى بلاد ان شاء الله. ايش الحالات اللي تصير احيانا خارج اراده المركز ويكون في تصرف من المركز؟ يعني مثلا حاله وفاه مستشفى، يصير في حاله وفاه لا قدر الله. اي نعم في الميدان، ففي جهه كده تستلم الحاله مننا. جميل. ويتم حذف الحاجه من الكشف. الان ممكن نشوف المرشد ايش يسوي في الحافله ويطابق إيه نعم مع عمليه التشييك والى اخره. بسم الله الرحمن الرحيم. الان يتم عد الحجاج ومطابقتها مع الجوازات. ايوه في حال اكتمال الحافله يتم التسليم ومغادرتهم ان شاء الله الى المطار الموسم الثاني. الله قبول قريك ابقى حج. امين امين امين. مصطفى كيف حالك؟ طيب شو اخبارك؟ زين الحمد لله. طيب الله يسعدك، كيف كان الحج معاكم؟ نحن ناتي من الهندي للحجي ما شاء الله، واخير الحمله من الحجي للعياده الى الوطن ما شاء الله تبارك. كيف كان مكه وكيف ما شاء الله شعوركم في المدينه المنوره؟ تفضل. مكه ومدينه الاستقبال لنا جيد، وكذلك خدمة الحكومة، ونحن في سرور وفرح. اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. ما شاء الله أنا شايف ما شاء الله هذه السنة كان في يعني ازدحام
في مكة المكرمة، لكن ما شاء الله يعني المنظمين والأعمال المشاركة كانت رائعة جميلة جدا. أتكلمني عن التنظيم في مكة المكرمة. من مكة المكرمة وخاص من عرفة وميناء وكذلك ومزدلفة، ونحن نعمل على الحجة بسرور وكذلك بفرح. يا اخوان ما شاء الله تبارك الله، هذول كلهم البعثة الهندية ما شاء الله تبارك الله. آخر رحلة من المدينة المنورة، صورنا رحلة باكستان وهذه الآن آخر رحلة. هدى الله يسعدك، كيف حالك؟ طيب شو أخبارك؟ والله الله يسعدك ويعطيك العافية ما شاء الله تبارك الله. آخر رحلة تفضل. الحمد لله بدينا كنا من الموسم الأول الموسم الثاني بدينا شغل مرة ممتاز. اللهم لك الحمد لله رب العالمين، بهذا بفضل المكتب تسعة، بفضل رئيسنا أبو ميد ونائبنا أبو روز. الحين احنا في اخر رحله هنديه وباكستانيه حنمشيها وخلاص وانتهى الموسم. الحمد لله، اللهم لك الحمد. الحمد الله يتقبل منا ومنهم. امين يا رب. امين وياك يا رب. على الاستاذ اقليم، هذا مسؤول عن مغادرات الحجاج والتسكين. يا استاذ اقليم، ابي بالعربي صح؟ عربي وأردو ما في مشكلة معي. طيب إنجليز. هذه خلاص آخر رحلة الحمد لله صحيح؟ نعم. كيف تشوف الحج وكيف شفت المعاملة، كيف شفت الناس؟ هذه السنة الحمد لله وفي كل حجاج في السكن المركزية ومكتب كلنا معنا مركز 9 و6 اسم رحلات مناسب. تمام، رحلات منافع وإكرام الضيوف كله الحمد لله، وموظفين عندنا وموظفين في المكتب واستاذ ايش اسمه الرئيس ماجن، كله في سبوت الحمد لله كويس وكله تمام ان شاء الله. هذا سنه مره ممتاز سبوت وزاد. يعني قصده انه كل الجهات المعنيه كانت متعاونه مع البعثه بخدمه الحاج. هذا خلاص ان شاء الله اخر رحله صحيح؟ الحمد لله نعم. ها نبارك لك احنا بنجاح ان شاء الله. جزاك الله خير مكتبكم. كل سنه معكم ان شاء الله. ان شاء الله الحمد لله. الان شفنا ايش اللي يقوم فيه مندوبنا في الميدان. جميل. ايوه، بمجرد اكتمال الحافله ياخذ توجيه من المركز والمركز ياخذ توجيه من الجهات المشاركه باعمال الحج. يعني نعم. يعني المرشد ما يقدر يحرك لا لا لا، لازم من المطار تاخذ الاذن من المطار ومن مواقع الميدان والمطار، في محددات زمنية لتحرك الحافلة. جميل، ملتزمين فيها. الحافلة الآن تتحرك من الفندق تتوجه إلى المطار. إلى المطار. نعم. جميل. نعم. وبعدها ما شاء الله يتوجه إلى بلدهم إن شاء الله بالسلامة. شوفوا يا أخوان ما شاء الله تبارك الله، هذا التنظيم الآن الرحلة الوداعية لموسم حج 1445-46 للبعثة الهندية. عبد الله الله يسعدك ويعطيك العافية ما شاء الله تبارك الله، موسم استثنائي ما شاء الله. السيد ما شاء الله نجح نجاح واضح في مركز 9. تفضل. موسم جدا يعني جميل وناجح، ربنا اصطفانا انه يجعلنا من خدمة الحجاج ويجعلنا من تيم سيد مازن الله يسعده ابو مؤيد، وكنا في اخر مغادرة ختمناها ختام مسك وتممناها على اكمل وجه والامور كانت جدا مستتبة كآخر يوم وأول يوم تدينا فيه كل ماشية 5 على 5. والله يجزاكم خير. طيب يا أخوان الله يسعدكم ويعطيكم العافية، كده تنتهي جولتنا هنا مع آخر رحلة في المدينة المنورة. صورنا قبلها الرحلة الأخيرة الباكستانية وهذه آخر رحلة هندية. الله يسعدكم يا أخوان ويعطيكم العافية. اكتبوا لي في التعليقات إيش الحلقات القادمة اللي تحتاجوها. يعطيكم العافية. سلام سلام.